احنا يعني اذا هددنا ابو سلطان نفك على اباضه يقاومه كذا قوي مره رجال طويل جبر اي والله كذا ترى كذا ويقول كذا وكنا محمد كنو تعرف يمشي كذا والله يا فلاح اني مسكته في سكريبت قلت ولد انت تلعب كوره قال لي قلت والله انك محور قال والله اني كنت محور وبيعك يا اباضه وكان في نادي النصر والله والله انا كان في نادي النصر اباضه لا تسحب علي والله ما تطلع فاصل والله لو تطلع فاصل اني اكتبها بتويتر والله اقول سبب الاعلان كذا بعدين شوف اه شوف ايش سفاري وبعدين ترى الناس لا لا تجي من ورا تعال من قدام مو قدام يا غبي بعدين ترى اباضه الناس تحسب اباضه شرس يود الجمهور الحين يحسبونها حق سي 3 عم والله العظيم اسمع الناس تحسب اباضه انه شرس وانه يروع يا ولد انسان لطيف لا والله انه شرس قد جاكم يهرول قد اخطا عندكم محمد ناصر وجاكم يهرول لا حنا انا اعلمك صدق ما انا بكاذب يجي عندنا اخطاء بس مره فصل علينا لكن يا ولد لطيف الى درجه انك لو تقول اباضه فيني بكيه بكى معك الله ارفع لها القبعه ارفع قبعتك فلاح ترفع لها البيضه على رؤوس الطوال وش يقول هدي بيتين اباضه هدي بيتين بلسان ابو ظهير واقول فيها دايم ذراع البوصله ما يركن الا للشمال وما يركن الوجه الفليح الا على الوجه الفليح ترفع لها البيضه على رؤوس الطوال من الجبال حتى تدك الارض والدجال يقتل رسالتي لاصحاب القنوات عموم اذا اردت النجاح انا تعال عندي بيتين اذا اردت العدسه النظيفه اذا اردت الزاويه الخطيره اذا اردت الحدث الذي لم يصنع بفعل فاعل بل بقدره قادر الله. ثم اقتناص قناص مثل الله. اباضه جيب اباضه اباضه اورط الحسين اباضه المفروض راتبه اقل شيء 40,000 50,000 اعطي لايك والله قول كذا قول كذا تكفى تقول والله اللي يبيعني واصير مدير عمالك اباضه اذا فيك خير هاكان لف الكاميرا مني والله اني اعرف وين ساكن واني لا اقول وين حيك والله اني اعرف بيته بعد وين ساكن وين حيك وش تاريخك تهديد واعرف كل شيء عم منيب اذا تبي تحافظ على سلامه ابنك عبد الله انتبه عطني صدى يا قوي يا قوي الحمد لله اني اعرفك اصوات عم منيب ما في سالفه قلتوها الا طلعت بدون صدى بدون تشويش عم منيب قبل لا يطفي مايك الحجار جايك في مكان انا لازم اصارح عم منيب لحظه ويت افتح المايك لازم اصارح مايكي لازم اصالح عم منيب لا 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 عبد العزيز عندي مداخله شوي انا اكتشف خليني اكمل عندي مداخله عم منيب خلاك تقول سالفه كنت وياه بدون ما تشوش قبل لا ينقطع مايك الا الحجار معك جايبه لك عبود يخليك تطلع بالصوت وبالصوره وبكل شيء بشكل مضمون شكرا لك على الصدى يا عم منيب لو اني داري اني اذا مدحتك تعطيني صدى مدحتك من زمان والله انا عندي اعترافين اقسم بالله لازم اقولها عم منيب الله يسامحك ترى كنت اكذب عليه ايام سكريبت اقول يا منيب صوتي ما هو بعالي في التلفزيون هم يتحكمون فيه قال انت صوتك مبحوح ارفع صوتك يقول كذا ارفع صوتك استحيت من المره الاولى قلت والله انا صادق ذا العود بما ما ابغى عشني هو ما العود قال جيت مره ثانيه يقول كذا قال طبقه صوتك لازم تشرب قلت يا ابن الحلال ارفع صوتي الرجال اصواتهم عاليه انا صوتي منخفض قال صوتك مبحوح واجيك اليوم الثاني ارفع صوتي لأ ما في فايده وتروح الايام واجي عند الربع ذا في جنتل وافهم الكفت كله عرفت انهم يتحكمون بالصوت يرفعك ينزلك يحطك اباضه انا اعترف لك اول مره اعطاني اباضه وجه كان بيقفطني وانا بنحاش وقعدت وجلس معه شفتوا شعور المدرس اللي يعطيك وجه الله تفرح انه اعطاك وجه هذاك انا ممنون لكم انتم من صنعتم من ابو ظهير نجم انتم من صنعتم من ابو ظهير ان هذول طلابه كلهم هذول كلهم يمشون على جرتي لاني طيب اذا